يوم 16 من التحدي أبدأ من كل شيء واحد وأوصل أبو فلة في 30 يوم. شكرا لكم على اللايكات، شكرا لكم على كل شيء. معلش إذا الصوت متغير، المايك هذا خرب، فتحملونا شيء يا شباب. إن شاء الله نجيب مايك بأسرع وقت. والحين لازم نروح على وظيفة والديلي روتين، يعني تعرف شو حسوي صح. فيلا خلينا نركب الباص. خطة اليوم إيش الخطة؟ الحين بنروح نشتغل، بعد ما نخلص شغل عندنا إعلان لمطعم يا شباب، نروح نسوي إعلان وإن شاء الله يكون كل شيء تمام. ليش دينار؟ يوم دينار نقدس من الحسبة كلها دينار، ونعوضها بال إن شاء الله بالكافي. الحطة الأولى بدنا نستنى باص ثاني نركب فيه ونوصل، يعني ورانا مشوار نص ساعة أستنى نوصل. الباص فاضي، ما أدري ليش ما وقف لي، الله يسامحه. يعني الحين كان المفروض وصلت أنا. باص اخيرا ما شاء الله، كم باص ايش هذا؟ الو 20 باص كل هذا عشاني، الله يسعدك. الاربع باصات كلهم راحوا وانا استنى ولا واحد يوصل المكان اللي ابغاه. طع ام الباص سريع، بسطاني يا رب هذا يوصلني يا رب. شباب انا نزلت قبل، هروح مشي الصراحه، لان انا يبغى لي 20 دقيقه امشي، فراح اكملها مشي وما راح ادفع النص. يا شباب الله يعيني، نص ساعه مشي، واو اني مطول. الحين طالعين على الدرج، والله الدرج ما ادري وين يروح، متوكل على ربي انا. ان شاء الله كل شيء تمام، شوف ما اطوله. باقي الدرج الثاني، واو 20 دقيقه ما رحت فيها. والله لو ادفع دينار الحين واحد وصلني انا موافق. قطع ام القهر، ما ادري سويت كذا، قلت اني انا كنت حامشي. اسمع خليني اشرح لكم، خليني افضفض، والله تعبت. انا كنت راح امشي 20 دقيقه عشان اروح عند هذاك اللي بيوصلني عند المكان، فقلت هنا مكتوب 35 دقيقه، قلت خلي الباص ينزلني واكملها مشي، يعني ربع ساعه بنوفر فيها نص. يا ريتني ما وفرت ام الناس. يلا باقي 17 دقيقة، وعال باقي 15 دقيقة، 10 دقايق لازم اطلع على الدرج. يا الله والله تعبت. شوف الدرج ما له نهاية، وين رايح انا؟ شوف وين كنت، كنت هناك، هنا باقي دقيقتين نوصل. وصلنا الحمد لله، الله اكبر، بعد 40 دقيقة، 40 دقيقة الحمد لله وصلنا. واول شيء حنسوي الشاي صح؟ ياب شايفه. يلا خليني اوريكم ايش الشاي. هذا الشاي البدوي اللي هو فيه زعفران، هيل والقرفه. زعفران والشاي، ايوه خلاص قلكم هذا هو. فيلا بسم الله. هذا حطينا شويه وتحط هذا ايه؟ هذا هيل. هيل اوكي. هذا قرفه. الحين بعد ما سوينا هنا تغليها، الحين بنسوي هوت شوكليت. نزل الاولى، نسوي كذا، نزل الثانيه، نسوي كذا، نزل واحده، سوي كذا. شوف كيف الدارك شكل. يعني لازم تسوي ستيمينج. قبل الستيمينج لازم تجيب ميزان، كل شيء فيه ميزان، هذا ميزان القهوة وهذا ميزان حق كم الدقيس، فهمتوا؟ كل شيء هنا لازم بالدقيق. تصبوا هنا، يا سلام. نام وخلاص كذا الطلب جاهز. نكون خلصنا، يعطيكم العافية. حنسوي كراميل لاتيه، فطحنا كل شيء وكالعادة نستنى. شوف هذا كيف، ونستنى اننا نسير 32. الله الرقم مميز، 3 3 3. خلصنا هذا الموكا، فأكيد انه لذيذ، خلينا نجرب. يا شباب والله دائما راح نعزف واحدة بالجيتار وشي تعلمنا عليه. يلا اوكي. هذا الايس تي يا شباب، حاليين نسوي ايس تي وهنا قاعدين نسوي موكا. كم ضغطه؟ 3. 1 2 3. عندك الشيكر وتسوي كذا، يكون عندك ايس تي كذا يكون جاهز. القلب المثال، شوف كذا. شو 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 شو. حلوه
حلو. هذا ايش؟ شجرة؟ اسمها تيوليب. حلو. تحدي اوكي؟ انا راح اسوي مشروب من عندي، راح اهبد لواحد وهو راح يسوي لي واحد، فاحنا بنجربهم وفي حكم بنشوف مين احسن. فيلا نبدا بسم الله. راح اخذ هذه حق الشاي احطها هنا، بعدين راح ناخذ الاعشاب هذه تعلمنا كيف نسويها اليوم، وراح نهبد له واحده ان شاء الله لا تعجبه. فيلا يا مو تغلي، تحط كذا كذا كذا، حط له واحده هنا وتحط واحده في صغنطوره. فالحين نغليها. ايش صح، لازم اصفيه. جيب لك بسكوته. مش بسكوته، قرفه قرفه. دقيقه لا اسمع هيك مره واحده مره. الريحه لا مش مره واحده، ادوب انه كتر بس. ايش هذا؟ اول مره مش بس في حياتي. طيب خلينا نخلط الخال ان شاء الله يحرق. حطت له كافي. ترى ايش حطيت فيه؟ ترى ايش حطيت فيه؟ حطيت فيه اسبريسو. وهذا كذاب. حطيت له شاي. خلصنا من الشغل كان، وهذه 10 دنانير اخذناها حق الشغل اليومي. شاب اللي هي يبغى يجي جبل الويب ده، فحياكم، مستناكم. انا اكون من الساعه 12 الساعه 3 زي كذا، 3 ساعات. والحين خلينا نروح عند الاعلان ويلا بسم الله. تلفيس ولا شيء؟ المشي اليوم، مشي. بعد المشي باخذ باص لنروح عند المطعم ويلا. الحين طلعنا 9 دنانير، حيكون بروفيت شيء زي كذا. لازم نلحق على الباص قبل ما يروح. بس النجاح. بنروح نصلي المغرب ونسي أذن، وبعدها نروح على المطعم. فاللي ما حط لايك يحط، وانسوا الاشتراك، بس احسن تحت في الديسكريبشن. الحمد لله كذا خلصت الصلاة، تقبل الله منا ومنكم. الشباب اللي ما صلي يروح يصلي، وصلي على النبي دائما وابدا، ويلا توكلنا على الله نروح نسوي الاعلان. اليوم عندنا اعلان عند هستيريا. طيب وين موقع هستيريا يا شباب؟ موقع جنب حلويات نفيسة ومقابل ضراغمة. فالحين خلينا ندخل ونشوف كيف القعدات عندهم وكل شيء. زي ما تشوفوا هنا في هذه القعدتين، هنا في واحدة هنا، وفي هذول اللي هنا الريسبشن، تيجي تطلب اللي تبغاه. والحين بوريكم انا ايش طلب، بوريكم كيف الاكل يتسوى. فيلا مكيف ولا لا؟ زي ما تشوفوا مكيف فوق، مكان مره دافي، مكان مره اسطوري. يمديك تيجي انت وعائلتك تكوا وتاكلوا، او انت وخياك باي ساعه. زي ما قلت لكم كل الاشياء تلاقوها تحت الديسكربشن. بوريكم ايش عندهم بالمنيو. زي ما تشوفوا عندهم شاورما، عندهم برجر، وعندهم ايطالي بيتزا وايطالي كالازوني. شاورما يمديك تطلب دجاج او لحم، يعني عندهم كل شيء حرفيا. طيب زي ما تشوف هنا كيف المطعم ما شاء الله نظيف، ما في ولا غلطه. وهنا الجريل، هنا تسوي كذا، تحط البرجر على الجريل، وهنا على الفحم. فاول ما تخلص من هنا تروح على الفحم. شوف ما شاء الله، يعني النظافه، نظافه مو طبيعيه، 10 من 10. يعطيهم الف عافيه هستيريا. الحين اول شيء تحط هنا وتحط عليها صوص مادنس، لانه الطلب اسمه مادنس، فصوص مادنس مع مادنس دوف. بعدين تحط هنا بيكن مكرمل. اول ما تخلص هنا على الجريل نفس اللحمه. طلبنا البيتزا اللي هي سي فود، عليها صوص السي فود، خضار وبصل وقطع روبيان وكراب ستيك. هذه طبعا والله 10 من 10. دائما قبل ما تاكل تقول بسم الله. شو بسم الله؟ دايم الروبيان فيها مضبوط 100%. اللي يبغى يطلب هذه اسمها زي ما قلت لكم سي فود. الحين قبل شيء جربنا الروبيان، الحين حنجرب الكراب ستيك زي ما تشوفوا. فبسم الله، يعني اول مره اكل بيتزا سي فود اعطي الكراب ستيك والروبيان 10 من 10. والله ابدع، يعطيهم الف عافيه. طيب الحين المادنس جهزت، شو زي ما تشوفوا 10 من 10 ولا غلطه يا حبيبي. يلا نروح نجربها بسم الله. والحين وصل البرجر زي ما تشوف يا حبيبي. شوف 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 شوف، هات شيبس وموتزاريلا
وخلطة البيف بيكن وصوص مايونيز. فخلينا نجرب وبسم الله. الصوص اللي جاء معاه تي تسوي كذا يا حبيبي كذا، يا سلام. نبدأ ناكل فبسم الله. دام والله يفوز، ايش هذا؟ مو طبيعي. دقيق. واو، ما عندي شيء اقوله غير واو. والله دايم يجي معاه هذا ورمان عليه دبس الرمان. ف هذه مع هذا والبطاطس، البطاطس تمسكها تغمس هنا تسوي كذا بسم الله، ممتازة. يا عيال اللي بيجي هنا لازم يطلب مادنس، بس وروهم المقطع، وروهم ايش الاشياء اللي حابين تطلبوها، هم ما بيقصوا معاكم، وقول لهم جايين من طرف ريان، والله لا تضبط تضبيط ما شفته بحياتكم. والحين وصل الكلازوني، شوف يا حبيبي الكلازوني، شوف 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 شوف، الكلازوني يا عيال عندهم شيء مو طبيعي، 10 من 10، فنقول بسم الله وخلينا نجرب. طيب الكلازوني الايطالي ايش فيه؟ في كل شيء حرفيا زي ما تشوفوا، في كل شيء، الذرة، الصوص. فانت بس اذا حاب تطلب وريهم المقطع، قول لهم جاي من طرف ريان، باذن الله ما راح يقصروا معك. وخلينا نكمل. هذه اول مره اجرب الايطالي الكلازوني جميع الانواع، افتح المنيو بتار زي ما تبغى. طبعا عندهم جميع المشروبات الغازيه اللي تبغاها، بس انا اشرب مويه وتروح هناك وبيضبطوك. نكمل البرجر والكلازوني وانتم استمتعوا تابعوا. شباب اي واحد جاي الاردن يجي هنا وراح يتضبط بكل شيء حرفيا. وغير المشروبات الغازيه عندهم لبن شنينه، يعني انك تيجي تشطح تاخذ لك واحده مادنس، شوف المكس اللي بيصير. طيب كذا تقدر تقول الحمد لله، زي ما تشوفوا خلصنا. هذا كان احسن برجر واحسن بيتزا ايطالي كلازوني، وهذا كله عند هستيريا زي ما قلت لكم، وين جنب حياه نفيسه مقابل ضراغمه. كل شيء تلاقوه تحت بالدسكربشن، لما تيجي عندهم قول لهم من طرف ريان وشكرا لكم هستيريا ويعطيكم العافيه. كذا نكون خلصنا الاعلان، واعطونا 20 دينار يعطيهم العافيه، وهذه تحطها في الميزانيه. وشكرا هستيريا، وزي ما قلت لكم هذا هو مقابل ضراغمه جنب حلويات نفيسه، حياكم الله كلكم، تلاقون كل شيء تحت بالدسكربشن، شكرا لهم. خلصنا المقطع، يعطيكم الف عافيه على المشاهده، كان اليوم حلو وجبنا 30 دينار اليوم، وكان يوم متعب الصراحه. فلا تنسوا اللايك والاشتراك ورابط منصه حسان تحت، ونشوفكم يوم 17. السلام عليكم.